منذ فجر التاريخ كان الاتصالات دوراً كبيراً في تطور الحضارة البشرية، وعلى مدى العصور المختلفة كان تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحداً من الركائز الرئيسية والأساسية لدفع عجلة التطور والرقي الحضري. والقفزة الضخمة المعاصرة في عالم التكنولوجيا خلقت موضوعات وتحديات عديدة ودفعت المجتمع الإنساني إلى الاهتمام بها، وأنتجت في ذات الوقت ظواهر سلوكية ومصادر معرفية مبتكرة، كما أسهمت في ظهور وسائل تعبيرية فرضت على مجال الثقافة والفنون ضرورة مواكبة الوسائط المعلوماتية الحديثة. أدعو حضراتكم لمشاهدة عرض مسرحي حول ماضي وحاضر الاتصالات ودورها في التطور الحضري والتواصل بين الشعوب. العرض من إخراج المخرج وليد عوني.